بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أعالي الوزراء، السادة والسيدات البرلمانيين أو النواب الأكارم، معروض علينا حاجة اسمها مخطط عمل الحكومة في ظرف استثنائي بمعطيات جديدة. ولو أنه أنا راني في هذه القبة في 12 عام، فات علينا تعاقبت الحكومات، كل واحد جاب لنا بنيانه، كل واحد جاب قرايته، واللي جاب البلدية الذكية، واللي 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 اي سي بور سا كو باغي نناقش بحذر. احنا في بلادنا يقولوا اللي عضل احنا شي خاف من الكوردة. المخطط هذا شيء كبير، طموح كبير، يبدي بالعامل السياسي ويكمل بالخارج مرورا بالدفاع الوطني. في ارض الواقع هذا ماهوش مخطط خماسي، لان ما عندكش المال، ناقص المال، تجيب به دواء تاع السرطان ولا توكل به الجنوب ولا الشمال ولا ولا ولا. انا يبان لي يفوت، ولكن باش نكون واضح معاكم، انا هنا راني ناظر هذه الهضره حتى في العهد القديم، عمري ما خنت الشعب وما نديش بيبليسيتي على ظهر الوزاره باش يصفقوا عليا في الفيسبوك يديروا لي جاب. قبل هذه سنوات وانا عاد 18 عام في الجامعه، قريب 40 سنه كنت في الجامعه، كنت ندير المظاهرات، ماهوش زعيم، وانا كنت منثور ضد وضع نتاع الفقر. سمعوا لنا النواب وخلونا من البورطابلات، خلونا نكملوا. انا راني جاي هنا نقول اها تاع ناس، الا ما تدافعوش على ناسكم ديك مشكلتكم. خلونا نكملوا. يا ودي انتم راكم باغي تعارضوا لي، انا هعارضوا الحكومه، هعارضوا بوتفليقه كي كان كاين واخوه. وين راهم السبوعه؟ وين راهم السبوعه؟ انا حاضر ولا مش حاضر؟ انا كنت هنا ولا ما كنتش هنا؟ كنت حاضر معاكم. وين راه السبوعه اللي كتجي لبوتفليقه واخوه؟ بالعقل كاين ناس مستثنين، ماشي كل النواب، ماشي كل النواب. راني من بدو الدنيا بغا في تلفزيون ولا مع روحي صادق مع روحي. خل يا ودي واش دخلكم انتوما في البرنامج؟ راني جاي للحكومه، راني جاي للحكومه. الحكومه هذه النيه زينه باش ما نكونوش ولا حرام ونكسروكم. يا سعيد الاخضري خلاص يا ودي، علاش راك تدي لينا في وقتنا؟ انت هدرت على روحك وهدرت على تيزي وزو، خلينا ناضروا على الجنوب المحقور. المهم راهم يدوا لنا في السوا في الوقات هذو. نرجع للحكومه، نرجع للحكومة. رجاء جماعة يعني نتركوا العمل يستمر. نرجع للحكومة. راني نقول من الرجولة، حنا ننتقدوا المناصب ماشي بنياد ماشي الأشخاص إن وجد، ولكن حنا قدام ولا نجو هنا. أنا من الناس اللي هادر في الفيسبوك وداير اللايف، قلت عيب علينا نعرقلوا لهم وهم مبدين هذه الأمور قبل حتى رب العالمين. الناس مازال ما بداتش، طرحت افكار ونيات نمشوا معها الى حين يبان. اما تخلونيش نقول كلام السوء هنا ونقصد بالضبط بنادم تيري فيه ديريكت. يا ودي راهم يبروفوكوني على واش؟ نرجع بالنسبه للسيد وزير الصحه، هو قال يا ودي راكم
هضروا فيا ناس وقالوا كذا، وانا قلت باللي كامل الدول موليكيول ما نقدرش نجيبهم، دول غنيه ما تجيبهاش، ولكن احنا تلمسنا ذيك صدق النيه وكلامك كنت صادق فيه. ولكن نقول لك باللي كاينه اهات في الجنوب، كاين اهات عندك في عين الصفرا سبيطار ما عمرها ما تبنى في 10 سنين، عندك الويلات قلنا لكم الناس راه تموت بالعقرب، ما راكوش باغي تكونوا معانا ما تخموش كما احنا، ديروا لنا الناس اللي يديروا البرمانونس في الليل زيدوهم جوج ملايين باش يقعدوا في القرى، الناس تموت عقرب ما يلقاش شكون يديه. ها الاهات عالم السياحه ربي عطانا الخير، ولكن الدولة كانت تجي تاكل عندنا المشوي ويقولوا لنا صحاب يتهلاو فيك وياكلوا لنا غلمنا وما يتهلاوش في المنطقة. شبابنا ضايع. هذه ماهيش شعبوية. معالي الوزير الأول، شوف كاني واقف معاك راجل، راني نقول تعاد راك مبدي. عيب عليا الرجولة بلا الدين. الرجولة أننا ما ننتقدكمش حتى يبان حنتيذكم. بغيتها بالشرع، بغيتها بالمعالمات الإنسانية، أنا من الناس ودينا السب على هاد الهضرة. وراك تشوف غير هنا راك خالق لنا ما خالق. أنا ماناش خايف أنا. أنا وين باغي نوصل؟ راهي الجمهورية وين باغي نوصل؟ نكمل المنظر نروح الصحراء. بصح وشي بقى التاريخ في ابن عمي. قال فوطينا عليكم ما شرفتناش. خدعتنا. ديت 30 مليون وخدعتنا. أنا نهضر معاكم صادق النية. ونعرف مانيش عارف على واش راكم تعارضوا، على واش غايدكم كي نهضر.